ايدي 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 اسفتي لك والله. اخ يا مهند. اوكي يا سلام على اللعب. سلام. تقريبا قبل 4 اشهر تفاجأت بلاعب سوري بيلعب على المحاكي بطريقة جدا مجنونة. دخل على البث المباشر وتحدى الكل 1 في 1 وما حدا حسن يهزمه، وبعد بفترة كمان تحداني لألي 1 في 1 على البث المباشر وهزمني بفرق كل، كانت نتيجة 15-14. وامبارحة بالصدفة كنت فاتح لعبة فبعت لي الدعوة ودخلت أنا وياه جيم ورجعت صورت جيم جديد. ما بدي أحرق عليكم أبدا، اترككم مع الفيديو ومشاهدة ممتعة. يا بسم الله. اوكي بس حرام ليش ما مات؟ اوكي زعيم مستوحش. ما بيضيع. مجنون هالزعيم مجنون. اوكي ما لازم استسلم، ممكن اعوض. بلشنا بلشنا يلا. أربعة بأربعة. ابلع. يا مجنون كيف ردة الفعل هاي؟ لعيب يا زعيم لعيب والله. حرام. وات هو عارف انا منين بدي اجي يعني؟ اوكي يا سلام على اللعب. لك ايدي 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 اسفتي لك والله. اخ يا مهند. حلو. شو البنك عندك صفر اخي؟ حلو والله. جيم نار 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 وشرار. ابلع. حركته مو طبيعية. لا 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 مستحيل. دوخني والله دوخني. لك اخ. اوكي. والله النتيجة كتير كتير قريبة. نايس. سريع سريع يا زعيم والله سريع. اوكي يا عمري 17-17. ابلع. هلا بده يكمبر بس انتقام انتقام.